نجيب ساهر معك. جريمة قتل؟ حاضر سيدي حاضر، حالا حالا. حبيبي جريمة قتل وأنا ما تصحرتش. الله يسامحك يا وداد، ليه ما صحتيني على السحور؟ بس فرحت علي ماما. احنا بالموقع انت قبل الاسانسير عشان هيك مش سامع. ماشي سيدي، يلا يلا. هلا في سيدي مروان بيك. تفضل سيدي. شو الوضع؟ فتاة عشرينية قتلت طعنا والله، وهي فكرة مجهولة الهوية، والمريب بالموضوع انه اللي اجرها الشقة اجرها باليومين وسافر، وكمان مريب اكثر انه فيش حدا بالعماره هاي بيعرفها نهائيا، ما حد بيعرفها. والدكتوره نوال قالت انه وصلها 6 ساعات ميته المرحومه. شو عم بصير بالدنيا؟ اوف، لسه في كتير، في فيضانات، في مسلنكا، بصير شغلات كتير غريبه. مع مين ساكنه؟ ساكنه لحالها، هي ساكنه لحالها، بس في بسه عندها، بسه حتى قلت لهم انه يجيبوا لي بسه، قلت لها هاتوا لي البسه. مسكت البسة على طوقها مكتوب بسبوسة. بسبوسة؟ لا سيدي، أنا اللي قلت لهم يمسكوا البسة عشان قريت إشي قلت يمكن يكون لها علاقة بال بيجي فيها بسبوسة. إيه سيدي؟ لا ولا شيء. بس 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 بيا خبابة، 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 بس 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 بيا خبابة.